وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف المخلوقين على آله وصحبه كل من اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، نحن إذ نحضر هذا اليوم المشهود إن شاء الله لا نحضره تكرما على جمعية العلماء ولا على دار الحديث، إنما نحضره ونحن نؤمن كل الإيمان بأن حضورنا هذا الحضور هو من قبيل الواجب. قد يكون واجبا كفائيا على البعض، ولكنه في حق البعض الآخر واجب عيني، لأن الكفائي إذا توقف تعين. معاشر الإخوة الكرام، اخترنا لهذا اليوم الدراسي كما تعلمون عنوان دار الحديث المشروع التحدي، وتعمدنا الوصف بالمصدر، تعمدنا الوصف بالمصدر لما فيه من المبالغة، وليست مبالغة يراد بها المبالغة، إنما هي حقيقة أكدها الواقع وسيؤكدها الأساتذة الكرام في هذه الجلسة الأولى وفي الجلسة الثانية، وهم جميعا من أهل الاختصاص. فالأستاذ الدكتور عبد الرزاق السوم هو تلميذ جمعية العلماء، هو أحد تلامذة معهد ابن باديس، عرف الجمعية عن قرب وكان أحد تلامذتها، وهو اليوم يرأس جمعية العلماء على المستوى الوطني، وله اهتمام كبير بفكرها، وله كتابات في هذا المجال. أما الدكتور عمار الطالبي فهو كذلك أشهر من نار على علم، ولعل طلبة العلم يعرفون أنه هو الذي جمع آثار ابن باديس، وللعلم فهو زيتوني جمع بين الثقافة التقليدية والثقافة العصرية، قبل أن يكون دكتوراً في الفلسفة والفكر فهو خريج الزيتونة. والشيخ عبد القادر فضيل، أستاذ الدكتور عبد القادر فضيل، هو الذي هندس المدرسة الأساسية التي خلصت المدرسة الجزائرية من التبعية للغير، وله كتابات في التربية والتعليم، وله اهتمام كبير بفكر جمعية العلماء، وقد ألف عن الشيخ ابن باديس. على كل، لا أحب أن أغرق في التعريفات والمقدمات، لأن هذا قد يكون على حساب يعني المادة العلمية التي جاءنا بها الشيوخ
وأستعمل كلمة شيوخ لأن لها في تراثنا الإسلامي من الدلالة الشيء الكثير، فهي كلمة من الوزن الثقيل عند من يعرفون قيمتها ووزنها. اخترنا للدكتور الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السوم أن يحدثنا عن دار الحديث كمؤسسة، لأن فكر المؤسسة عبر العصور تلاشى وضعف دور المسجد، فأبت جمعية العلماء إلا أن ترد للمسجد لبيت العبادة مفهومه الشامل الواسع، والذي ينظر إلى مؤسسة دار الحديث كنموذج هذه الدار وما حوت من المرافق يدرك أن جمعية العلماء لم تكن ترمي إلى بناء المسجد، إنما كانت تريد بناء المؤسسة. هذا ما سيحدثنا عنه فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السوم، فليتفضل مشكورا غير مأمور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه وكل الأوفياء لنهجه المهتدين بهديه والمقتدين بقدوته وسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة، أيتها الأخوات الأفاضل، هذه لحظات زمنية خالدة نستنطق فيها التاريخ المضيء لأمتنا ولشعبنا ولجمعيتنا، وإنها للحظات ينبغي علينا أن نؤكد عليها لأنها تصلنا بالأجداد والأمجاد. ولذلك وأنا أتناول الكلمة أول المتحدثين في هذا اللقاء، أجدني مثقل الكاهن بإسداء واجب الشكر إلى الذين كانوا سبباً في عقد هذا اللقاء، لقاء الوفاء لانقضاء 80 سنة على بناء دار الحديث التي تضمنا اليوم ونجتمع فيها. وفي مقدمة هؤلاء العالم العامل بعلمه أخونا العزيز الشيخ بن يونس آيد سالم، والذين معه الذين كانوا سبباً في عقد هذا اللقاء، لنواصل مع الجميع الحديث عن كل المعالم التي حوتها هذه المؤسسة وما ينبغي علينا أن نستخلصه من مثل هذا الحدث. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، عندما نخضع هذا المصطلح عنوان العنوان الحديث، وهو ما طلب مني أن أتحدث فيه، عندما نفكك العنوان لهذا الموضوع نصل إلى 3 مصطلحات هي بمثابة المفاتيح التي ندخل بها إلى هذا الموضوع ونعالج بها صميم القضية ونستخلص بفضلها المعالم والمعاني والمغاني التي يجب علينا أن نستخلصها. هذه المصطلحات هي أولاً مصطلح دار الحديث، والمصطلح الثاني هو مصطلح الإحياء، والمصطلح الثالث هو مصطلح المؤسسة، فكرة المؤسسة. كيف ينبغي علينا أن نحدد معالم هذه المفاتيح 3 كي نجسد معنى المؤسسة في حياة دار الحديث وأمثالها؟ أولاً، هذه العملية، عملية دار الحديث، فيها إحالات إلى مؤسسات قديمة كان لها الفضل أيضاً في إشعاع الدعوة الإسلامية وفي إشعاع العلم
وفي إشعاع الثقافة وفي إشعاع القيم الإنسانية الصحيحة السليمة. أولاً، هذه المؤسسات القديمة هي الملهمة لمعاني المؤسسة، بدءاً بدار الندوة في عهد نبينا عليه الصلاة والسلام، والتي كانت تشع بالإسلام الصحيح، الإسلام الذي سكن العقول وسكن القلوب، وكان إسلاماً حقيقياً بناءً أسهم في إشعاع الإضاءة على الإنسانية قاطبة، ولا يزال والحمد لله هذا الإسلام يشع على القلوب وعلى العقول مع اختلاف الألسنة ومع اختلاف الأجناس والألوان. عفواً، دار الأرقم وليس دار الندوة، هو كان قال، ولكن على كل حال كلها مؤسسات ألهمت حقيقة هذا الموضوع. ثانيا، المصطلح الثاني، أو قلت بأن هذه المؤسسة الأولى أحالتنا كذلك إلى مؤسسات مثل بيت الحكمة، مثل الزيتونة، مثل معهد عبد الحميد بن باديس، وإلى دار الحديث كعينات وكنماذج ينبغي أن نخضعها للتأمل الدقيق والعميق. فهذه المؤسسات النموذجية على سبيل المثال لا تزال تشع بعلمها وبمعانيها لإضاءة العقل وتعميق الوعي والإسهام في بناء الحضارة الإنسانية. المصطلح الثاني أيها الإخوة هو مصطلح الإحياء، والإحياء في ثقافتنا الإسلامية يحيلنا هو أيضا إلى دلالات عديدة، وهي الانبعاث بعد جمود وبعد خمول وبعد سقطة أو سقوط. ولذلك تأتي عملية الإحياء كدليل على أننا وعينا السقوط والخمول والجمود، فيجب علينا أن نعمل على إحيائنا وعلى الانبعاث وعلى الوقوف من جديد بعد السقوط، لنبين أن ليس العيب كما سنرى السقوط، ولكن العيب في أن نبقى ساقطين. ومن هنا فإننا نعني بأن هذه المعاني، معنى الجمود والخمول، هو الذي يقدم لنا ما يتضمنه هذا الموضوع في دار الحديث مثلا، وهي معالم الصحوة الإسلامية. فهذا الانطباق على دار الحديث هو الذي يجعلنا نقول بأن الأجيال التي تكونت في دار الحديث من البنين والبنات هي التي بعثت الأمل في النفوس، وبينت بأن المقصد الأسنى المتوخى من جمعية العلماء من خلال هذه المؤسسة إنما هي الاستجابة للتحدي الذي واجهته أمتنا، ممثلا في التخلف والجهل والسقوط وطمس معالم الهوية. فكانت الاستجابة بقوة التحدي، بمثل ما كان التحدي قويا كانت الاستجابة أقوى، ولذلك ما يعني كان سببه الاستعمار الاستيطاني الذي نكبنا به، فكانت الاستجابة أولا بوعي هذا الواقع المؤلم واتخاذ الوسائل الفعالة لتجاوز السقوط نحو النهوض والإحياء، وذلك هي وتلك هي الاستجابة التي كانت على مستوى التحدي. المصطلح الثالث هو فكرة المؤسسة. إن في ثنايا المؤسسة هذه الأسس والدعائم التي يقوم عليها البناء
المادي والمعنوي. نحن نتحدث عن البناء، والبناء لا يكون إلا بالهندسة المادية والتخطيط المعنوي أو الهندسة المعنوية. ولذلك فإننا في البناء نجد أن هناك البناء الهندسي المادي، وهو ما يوصف اليوم بالبناء المضاد للزلازل. ما معنى المضاد للزلازل؟ بمعنى وضع الأسس المضادة للزلازل والدعائم الكفيلة بحمل أي بناء مهما علا والتصدي لكل تحديات الطبيعة. هذا إذن على المستوى المادي، على المستوى الهندسة المادية. ولكن بالمقابل هناك أيضا البناء الحضاري المعنوي، والبناء الحضاري المعنوي هو الذي نحتاج أيضا إلى أسس مضادة لأنواع الزعازع، الزلازل والزعازع. وتتجلى في دعامة العلم، لا يمكن لأي بناء يدوم ويكون له تكون له الفعالية المطلوبة ما لم يقم على دعامة العلم. وعندما نقول العلم بمفهوم معنى الإسلامي فبأوسع مدلولات هذا العلم. وأيضا هناك إلى جانب مفهوم العلم هناك دعامة الدين بأوسع تجليات هذا الدين، وهي التجليات التي تجلى في مختلف الاختصاصات، لأن العلم بمفهومه الإسلامي ليس فقط الفقه والعقيدة وعلوم الدين، ولكن كل علوم الحياة، كل ما يعود على الإنسان وعلى المجتمع وعلى الإنسانية قاطبة بالفائدة والنفع العميم. وأيضا هناك بعد العلم والدين هناك دعامة القيم بجانبيها الوطني والإنساني، لأن أي قيمة إنسانية لا بد أن تنطلق من القيمة الوطنية، وأي قيمة وطنية لا بد أن تكون لها إشعاعاتها وأبعادها على المعنى الإنساني. ولو عمقنا هذا المعنى وحاولنا أن نجسد دلالاته لانطلقنا من ثورة الجهاد في نوفمبر مثلاً، لنجد أنها ألهمت مجموعة من الشعوب وألهمت مجموعة من البلدان للاقتداء بها. إذن العناية بكل هذه المبادئ هي الغايات والمقاصد التي تفطنت إليها جمعيتنا، جمعية العلماء أم الجمعيات، عند بنائها لدار الحديث. فعملت أولاً على نشر العلم بشموليته الإسلامية وتخصصاته المعرفية من أجل تحصين الذات وتدعيمها وتوعيتها بعملية النهوض من كبوة السقوط بإيجاد المؤسسة الملائمة لهذا المنتج ولهذا الثبات. وأيضا إشراك هؤلاء في عملية النهوض والبناء. من هنا إذن فإن المؤسسة اهتمت جمعية العلماء بتدعيم وإقامة المؤسسة على البناء الدائم المضاد لكل أنواع الزلازل أو الزعازع، وهو العلم. ثم أيضا دعمت هذا العلم ببث الثقافة الدينية الإسلامية الجديدة المستندة إلى بناء العقل السليم للفهم الصحيح للدين وتجسيده في شكل سلوك أخلاقي واجتماعي وسلوك مثالي وطني. هذه المقومات كذلك لمعنى الثقافة الإسلامية هي التي نحتاج إليها في بناء المؤسسة والإبقاء على هذه المؤسسة ثابتة خالدة مهما كانت الأسباب وما كانت. إلى جانب هذا العلم وهذا الدين، هناك صياغة القيم الإنسانية النبيلة التي تمكن من الإسهام
في بناء المجتمع الإنساني الأفضل. ماذا نقصد بالمجتمع الإنساني الأفضل؟ الاجتماع الإنساني الأفضل هو القائم على الأمن وعلى السلام وعلى المحبة وعلى الوئام، بحيث يجد كل إنسان مهما كانت ديانته، مهما كان لونه، مهما كانت ثقافته، مهما كانت جنسيته، يجد نفسه داخل هذا المجتمع الإنساني الأفضل. ولعل هذا ما تعانيه الإنسانية اليوم عندما تخلت عن القيم الإنسانية الصحيحة. ولذلك فإننا نقول بأن هذا المحبة وهذا السلام يجد كل إنسان فيها ما معانيه ومعانته للمنظومة الإنسانية الشاملة السامية عن كل إسفاف يعاني أو يعادي الإنسانية اليوم، أو ما تعانيه الإنسانية اليوم، لأن الإنسانية اليوم تعاني من هذا الشذوذ العقلي والشذوذ الإنسي الجنسي والشذوذ مختلف أنواع الشذوذ التي نصطدم بها، ضياع الأنساب، ضياع العائلات، ضياع كذا. هذا ليس من الإنسانية ولا من الدين الصحيح ولا من القيم الأخلاقية الفاضلة. ولهذا نجحت دار الحديث في تلمسان في غايتها بتجسيد هذه المؤسسة التي تقوم على تضامن وتعاون أبناء المجتمع الواحد بعلم ووعي ووطنية. إن المعاني البعيدة المدى من هذه المؤسسة هي إقامة دعائم الوطن الأصيل الذي لا يتزعزع مهما عتت العواصف ومهما ولا يضمحل مهما عتت عوامل الغزو والانسلاب. لذلك أيها الإخوة، يجدر بنا اليوم وقد انقضت 80 سنة على بناء هذه المؤسسة دار الحديث، أن نخضع هذه التجربة لمزيد من التأمل الدقيق والعميق، ونستخلص أسباب الإعاقة إن وجدت والتي حالت دون تحقيق المقصد، وتصحيح الأخطاء التي ينبغي تصحيحها، وطي صفحة السقوط والتخلف للقيام بعملية الإحياء التي تمكن من اللحاق بركب الأمم دون ما تعقيد أو تأفف. ولعل ذلك يقينا هو ما تهدف إليه من تنظيم مثل هذه الندوات التي سنعمل بكل شجاعة وموضوعية. وقد أسندت المهمة كما تفضل الشيخ بن يونس، أسندت المهمة إلى ذوي الاختصاص كي يعملوا على تشخيص الداء والبحث عن الناجع من الدواء. فليس العيب أن نسقط، ولكن كما قلت لكم العيب أن نبقى ساقطين. فنعتقد بأن هذه الآمال وهذه التأملات التي نخضع لها دار الحديث اليوم ومختلف جوانب عمل جمعية العلماء، إنما المقصد الأسنى منه هو أن نشخص الداء، وتشخيص الداء كما يقول الفلاسفة هو نصف الدواء. أستسمحكم وأشكركم، والسلام عليكم.